والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المنسق العام للحزب الإصلاح والتنمية للجهة الضربي دستات. أخي المواطن، اليوم تنتكلم عن الوباء كوفيد 19. هذا الوباء اللي صاب العالم بإسره. أخي المواطن، أختي المواطنة، أرجوكم ثم أرجوكم استعلامات، تبعوا استعلامات السلطة القضائية، السلطة، وتقوموا بعلاج ووقاية لكم ولولادكم، وتطبقوا الحجر. أما من ناحية الثانية، علاش حنا ما تنشوفوش هذوك القهاوي وهذوك الحانات اللي طابلة حدا طابلة بدون كمامة، طابلة مريحين فيها 10 ديال الناس، واحد داخل في واحد، 5 ديال الناس ملاقين جوج طوابل وباركين تضربوا في حشك في البيرة. هذوك ما تهلك، هذوك ما هذوك هما اللي خصهم السلطات والارجي كل شيء يمشيوا لقسم لي بواسون، يمشيوا لهذيك هذوك الاماكن اللي فيهم عباد الله بدون كمامة كل شيء، ويخرجوهم. سمعتين اللي غادي يطبقوا عليه غرامه يطبقوا عليه غرامه، واللي غادي يديوه يعاقبوه يديوه. الا ما غنديروش هادشي راه ما غنحتفظوش على العلاج ديالنا وعلى الوطنه ديالنا وعلى المواطنه ديال البلاد. راه حنا داخلين فواحد العذاب راه ما تعلم به غير الله سبحانه وتعالى. اما القضيه الثانيه، راه لهلكنا الاقتصاد ديال البلاد، وصبوا مع كورونا هي احسن راه كلشي غادي يموت. ونطبقوا التعليمات ديال السلطات ديال وزارة الصحة وديال الداخلية. راه هادشي راه ماشي لعب، راه حنا ما تنلعبوش تينيفري ولا تنلعبو كشكش. راه هادي راه ماشي راه هادشي راه ماشي غادي يمشي، تمشي وش واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، غتمشي العدد كثير. وأرجوكم وثم أرجوكم شوفوا في المواطنة ديالكم، وشوفوا في أرضكم، وشوفوا في بلادكم، وشوفوا في ولادكم. نتمنى الله أن يحفظنا من هذا الوباء ويحفظ جميع أي المسلمين من هذا الوباء كوفيد 19. لا مبادئ لا أخلاق لا تربية، إنسان المواطنة هي كل شيء. وأرجوك راه كمامة والحجر راه هو كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله. أخي المواطن، شكرا على هذه الجريدة، على الاستضافة وعلى هذه الكلمة اللي طرحت من ناحية كوفيد 19. شكرا. إذا عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.